مساء الخير، لماذا لم يؤدي الوزراء الكرد اليمين الدستوريه حتى الآن؟ هل أربيل لا تريد نجاح الحكومه؟ هل المناصب التي منحت لهم لا تلبي طموحات الكردستاني؟ هل الاتفاقات التي تمت لم تكن مناسبه للاقليم؟ ام انها ستبقى في دائره الشك حتى تنفذ؟ هل صوتوا لصالح حكومه العبادي بعد الضغوط التي مورست عليهم دون قناعه كامله بها؟ وهل وزراء الكردستاني سيؤدون اليمين بعد ان يتم تنفيذ الاتفاقات؟ وهل سيتم تنفيذ الاتفاقات ام ان الخوض بالتفاصيل سيعيد سيناريو 2010 بين قوسين اتفاقيه اربيل وما ولدته من ازمات؟ كيف سيتم حل المشاكل على اساس الدستور؟ كيف سيتمكن العبادي من كسب رضا الكرد؟ ماذا سيقدم لهم؟ وهو الذي تحدث قبل ايام عن قرارات صعبه سيتخذها لحل المشاكل مع اربيل. وبالمقابل ماذا سيقدم الاقليم اليس الحقوق تقابلها واجبات دون اطاله الحوار بعد قليل بين بغداد وأربيل ملفات عدة بغض النظر عن التي لا خلاف عليها لكن هناك العديد منها كانت ولا زالت مثار جدل بين سياسي الطرفين فالحكومة السابقة أنهت دورتها دون حلول للملفات المختلف عليها ورغم أن الملفات العالقة ولدت منذ فترة طويلة لكنها كبرت ونمت في الدورة الحكومية السابقة يشار الى ان وفد من اقليم كردستان وصل اليوم الى العاصمه بغداد لبحث عدد من القضايا العالقه ويراس الوفد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني نوري شاويس وستركز مباحثاته في بغداد حول التحاق وزراء الكرد في الحكومه الاتحاديه وصرف دفعه من رواتب موظفي الاقليم ومن المقرر ان يلتقي الوفد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من القيادات السياسيه حول هذا الملف هذا ويؤكد نائب عن التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن ان الاقليم على مستوى قياداته العليا اعلن اكثر من مره خلال الفتره الماضيه عن دعمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي وللاجراءات التي يتخذها وقال حسن ان الوفد الكردي القادم الى بغداد هو الذي سيمهد لمباشره الوزراء الكرد مهامهم في وزارتهم وكذلك لمناقشه القضايا العالقه لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفي الاقليم التي نتوقع حسمها قبل العيد وعندما تشكلت الحكومه اعلن النواب الاكراد ان المناصب التي منحت لهم كانت دون علمهم واعترضوا على ذلك وبعد جوله من المباحثات وزياره اكثر من قيادي سياسي اقليم كردستان ادى الامر الى مجيء الوفد الكردي لبغداد ليكمل ما تبقى من الملفات العالقه ويبدو أن الأقليم رتب أوراقه بشأن شخصياته التي ستتسنم مناصبها في الحكومة الجديدة وقالت النائبة في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني على أجراء تغيير في المناصب مرشحيها في وزارة حكومة حيدر العبادي واضاف ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قرر استبدال منصب روجنوري شاويس من وزيرا للماليه الى نائب رئيس مجلس الوزراء بدلا من هوشير زيباري الذي تسلم بدوره منصب وزير الماليه في حكومه العبادي وبحسب مصادر برلمانيه فهناك اشاره الى ان التحالف الكردستاني يسعى للحصول على رئاسه احدى الهيئات المستقله بالاضافه الى مفوضيه الانتخابات ولن يطالب بمناصب امنيه جديده في حكومه العبادي على ان يحتفظ بمناصب مدير الاستخبارات العسكريه ومعاون رئيس اركان الجيش ومدير وكاله المعلومات الوطنيه ويبدو ان الحكومه جاده في تسليم رواتب موظفي اقليم كردستان فهناك تاكيد على ان الاقليم استلم فعلا رواتب موظفيه لشهري اب وايلول على امل ان يتم صرف المتبقي منها بعد عطله عيد الاضحى المبارك وبين قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روج شاويس ان ثلاثه اسباب وراء عدم التحاق الوزراء الكرد في حكومه بغداد وهي قيام بغداد بتقديم اسماء الوزراء من نفسها الى البرلمان للتصويت عليها دون علم الاحزاب الكرديه، اما السبب الثاني فيتعلق بعدد الوزارات التي منحت للاكراد وهي لا تتلائم مع مكانتهم كثاني قوميه في العراق. مشددا ان نسبه الكرد يجب ان لا تقل عن 20 الى 22%، بالمئة. اما السبب الثالث والاخير فقال شاويس ان حكومه العبادي وقبل ان تنال الثقه وعد تقليم كردستان باطلاق ميزانيه الاقليم من شهر ايلول الجاري، لافتا الى ان حجه بغداد كانت في عدم ارسال ميزانيه الاقليم هي عدم التحاق الوزراء الكرد بوزاراتهم. وكان العبادي قد شدد أنه سيتخذ قرارات صعبة وجريئة لحل المشاكل مع الأقليم وطالبا الأقليم باتخاذ مواقف مشابهة لها لبرنامج الصورة كاملة محمد سعد تحيه طيبه مره اخرى مشاهدينا وتحيه طيبه لضيوفي دكتور صالح الحسناوي عن التحالف الوطني دوله القانون اهلا بك دكتور اهلا وسهلا ومرحبا اهلا وسهلا ينضم ويانا ايضا من اربيل شوان محمد طه عن التحالف الكردستاني استاذ شوان مساء الخير مساء الخير استاذ علي شكرا جزيلا لانضمامك ويانا والبدايه وياك استاذ شوان ليش وزرائكم الى حد الان ما أدوا اليمين الدستورية وبالتالي ما مارسوا مهامهم ولا مارسوا آآ آآ عملهم شو تريدون بالضبط البعض يشوف عدم تأدية وزرائكم لليمين الدستورية بإضعاف لحكومة السيد العبادي ولمه... ولمهمة السيد العبادي المساء الخير استاذ علي مقدما ارحب بك وايضا ارحب بضيفك في اجمل الترحيب سيد الفاضل اذا تنظر للمساله من حيث المبدا أكثر يلقي القوى السياسية العراقية ومن ضمنهم القوى السياسية الكردستانية كانت تدفعون بالاتجاه إنجاح حكومة الجديدة وحكومة حيدر العبادي هذا غير صحيح نحن ايدنا حكومه الحيدر العبادي وايضا هنالك مواقف سياسيه ايجابيه من قبل القوى السياسيه الكردستانيه لكي تقوم حكومه جديده بالاصلاح السياسي والاداري في المنطقه اما بصدد عدم حضور الوزراء الكرد بكل تاكيد للقوى السياسيه الكردستانيه بعض الالتزامات او لديهم بعض النقاط قد طرح في مجلس النواب ايضا طرح من قبل لجنه مفاوض مفاوضات الى التحالف الوطني بصوره عامه اما بصدد نحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين في هذا البلد، بكل تاكيد الغاء او يعني الغاء بعض المؤسسات الاداريه والعسكريه من قبل القائد العام للقوات المسلحه هذا مؤشرا ايجابيا لتصحيح المسار السياسي، هذا من الجهة ومن جهه الثانيه ايضا نحن بحاجه الى الامرين، أمر الاول على حكومه جديده تنظر الى استحقاقات الانتخابيه لقوى السياسية الكردستانية وأيضا هنالك بعض الحقوق المسلوبة من قبل الحكومات السابقة نقول بكل الصراحة أمام حكومة الأستاذ حيدر العبادي دكتور حيدر فرصة ذهبية يعني ببعدين بعد الأول يعني محاولة لتصحيح المسار السياسي هذا أمر تصب المصلحة الإنسان العراقي بصورة عامة وأيضاً محاولة لنجاح الحكومة جديده وايضا محاوله لاعاده أو رد الاعتبار لدوله القانون لكون دوله القانون في الحكومات السابقه قدم اسوا نموذج لاداره الدوله لذلك بالصوره عامه ومن حيث المبدا نحن ندفع باتجاه نجاح الحكومه الجديده لكون تصب المصلحه الانسان العراق بصورة شوان. عامه شوية. بصورة مجال شويه طيني مجال شويه اذا تسمح عدم تاديه وزرائكم لليمين الدستوريه معناها عدم قناعتكم بالحكومه او او او, أو خليني اقول عدم قناعتكم باللي تم فعلى شنو معترضين على المناصب عددها ونوعيتها لا. لا, لو لا على الاتفاقات لا اللي تمت لا. مو هي الاتفاقات اللي كنتوا رايديها لا علي أخ علي أمر ليس بهذا النحو كان لأقليم كردستان ورقة واضحة عندما أدوا يمن الدستوري أو قسم في مجلس النواب كان لقوى السياسية الكردستانية بعض النقاط من نقاط متعلقة بالحقوق أو الالتزامات لكون قادة سياسية في أقليم كردستان أيضا تحت ضغط الشارع الكردستاني ومشكلة الأساسية إذا كان لحكومة جديدة صادقة يعني تلجأ إلى المؤسسات الشرعية في أقليم كردستان لدينا رئاسة الأقليم والبرلمان والحكومة أقليم كردستان بالتالي يعني مفاوضات مع المؤسسات الشرعية منتخبة من قبل أبناء الشعب دون اللجوء إلى الأحزاب السياسية لكون مشكلتنا مشكلة على المستوى المؤسسات ليس على مستوى الأشخاص مزيد. والأحزاب هذا من الجهة ومن الجهة الثانية أخي الكريم ورقة الأقليم كردستان كان واضحة نحن نريد أن نكون شركاء حقيقيين نحن لا نريد فقط نشارك من أجل المشاركة مشكلتنا ليس عدد أو تسمية الوزارات يعني كم الكرد يحصلون على كم مقعد ولكن نحن في بداية الأمر لدينا بعض النقاط متعلقة بإرادة الأبناء الشعب الكردستانية الكردستاني كيف بإمكان سادة الكرد أو مسؤولين الكرد يشاركون في الحكومة راتب الموظفين الكرد, الكرد يعني زين. قاموا استاذ اسوان اريد من عندك مليش. اجابه مختصره حتى حتى نشرك ضيفنا دكتور صالح بالحوار أه انباء سمعناها خلال الساعات القليله الماضيه انه وزرائكم حيأدون اليمين الدستوريه ايضا خلال الساعات القليله القادمه اي اي قبل العيد فشنو اللي تغير؟ حصلتوا على ضمانات؟ حصلتوا على تطمينات بخصوص أه أه تلبيه مطالبكم تنفيذ الاتفاقات نحن اللي تمت؟ مشكلتنا المشكله او او اشكاليه في وقت الراهن نحن بانتظار جلسه استثنائيه من قبل مجلس الوزراء نعم بالتالي هل وزراء مجلس الوزراء سيطرح موضوع الرواتب الموظفين في اقليم كردستان ام لا؟ اذا تم اقرار بهذه المساله بكل تاكيد للوزراء الكرد لديهم استعداد كامل والمشاركه ومشاركه فعليه وفعاله. هذا هو هذا خليك الامر خليك ويانا استاذ اسف جدا على المقاطعه خليك ويانا خليك ويانا دكتور اسف على الاطاله الوزراء الكرد حتى الان لم يؤدوا اليمين الدستوريه لكن من الممكن ان يذهبوا نحو تاديه اليمين الدستوريه خلال الساعات القليله القادمه قبل العيد هكذا تحدثت الانباء مقابل مقابل تحقيق مجموعه من المطالب عندهم مطالب عندهم مشاكل على راس مطالبهم قضيه رواتب موظفي الاقليم يضاف اليها مجموعه من المطالب اللي انطرحت خلال فتره تشكيل الحكومه. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا استاذ علي وايضا انا ارحب بالزميل الاخ شوان عن التحالف الكردستاني وتحياتي إلى قناة الرشيد وسادة المشاهدين حقيقة الموضوع موضوع شائك ومعقد تتلاعب بعدة عوامل وهذه العوامل هي عوامل ليست سهلة ولا يمكن إلقاء الضوء عليها بهذه العجالة وأبتدى حديثي أولاً ببعض التحفظ وبعض التحفظ شديد على كلام الأخ الأستاذ شوان وحقيقة انا لا احب يعني المساجلات في الحوار بخصوص نقطة؟ بخصوص نعم هو قال انه دولة القانون قدمت أسوأ مثال للحكم خلال ثمان سنوات سابقة مو دقيق هذا الكلام؟ لا طبعا بالتاكيد مو دقيق الكل شركاء البعض يشوف ولا فعلا ولا دولة, ولا دولة القانون قدم أسوأ, أسوأ ولا البعض نعم من حقك نقول تقول بعض لكن خلق مشاكل مع التحالف خلق مشاكل عفوا عفو اسف جدا الوجهة خلق الوجهة مشاكل مع باقي الاطراف ولهذا هم يطالبون بالشراكة الحقيقية اكمل وجهة النظر تفضل طبعا الكل كانوا شركاء رئيس جمهورية كان التحالف الكردستاني، نائب رئيس مجلس وزراء التحالف الكردستاني، وزير خارجية التحالف الكردستاني، وزير صحة، وزير تجارة، الغذاء والدواء بيد التحالف الكردستاني، وزير الموارد المائية في فترة ما بيد التحالف الكردستاني. <applause> تعليق الأداء الغير جيد أو الغير مقبول من وجهة نظر جهة سياسية معينة على شخص معين أو على جهة سياسية معينة هذا شيء غير صحيح وهذا تعميم، المفروض أن نغادر هذا الخطاب، اللي أريد أقوله علينا أن نغادر هذا الخطاب. الآن علينا أن نتحدث بخطاب جديد أن نمتلك النية الصادقة نمتلك الإرادة الفعلية ونحول هذه النية والإرادة إلى سلوك إيجابي لأريد أقول أيضا أنه هناك مشاكل عالقة بين الإقليم وبين المركز قضية النفط والغاز قضية العلاقات الخارجية قضية الموانئ أو سلطات حصرية للحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية الطالب بها القوات المسلحه قوات اتحاديه الحدود المنافذ الحدوديه مزين. الاجواء من فضلك بس اكمل مزين. الاجواء و على عفوا <applause> الاجواء وامور اخرى كثيره مزين. حتى نحل هذه المشكله بين الاقليم وبين الحكومه الاتحاديه الطرفين يجب ان يكونوا ايجابيين وهناك حقوق وهناك واجبات على الحكومه الاتحاديه حقوق ولها واجبات والتحالف الكردستاني او اقليم كردستان حقوق وعليهم واجبات ان تطالب في الحقوق فقط بدون ان تتعهد بالواجبات هذه قضيه ما راح تحل المشكله طيب مجال دكتور أكمل أكمل حنج حنجي ونناقش الحقوق وما يتعلق بالواجبات مطالب التحالف الكردستاني كيفيه تنفيذها وكيفيه التوافق قبل ذلك اكو مساله مهمه نبدا من عندها وننطلق نحو باقي النقاط عدم تاديه الوزراء الكرد لليمين الدستوريه عندهم استعداد للذهاب نحو تاديه اليمين الدستوريه لكن مقابل ذلك عندهم مطالب على راس هذه المطالب ما يتعلق برواتب موظفي الاقليم يريدون يطلقوها خلال هذه الايام قبل العيد اخي العزيز اولا هناك اتفاق صار بين التحالف الكردستاني وبين السيد رئيس الوزراء وبين التحالف الوطني ودخل هذا ضمن البرنامج الحكومي وحددت سقوف زمنيه هذه المشكله السقف الزمني ثلاثة اشهر، هذه ستة اشهر ضمن البرنامج اللي قراه السيد رئيس وزراء لابناء الشعب العراقي وصوت عليه مجلس النواب، <applause> حددت سقوف زمنية وهذه السقوف الزمنية وهذه الاهداف التي حددت لحل المشاكل كانت باتفاق الكتل السياسية العراقية بما فيها التحالف الكردستاني، وايضا اريد اعقب يعني انه السيد المتحدث الاخ شوان قال انه على الحكومة الاتحادية اللجوء للمؤسسات الدستورية بدون اللجوء للاحزاب. الحكومة عندما تتشكل تتشكل عبارة عن مجموعة من الأحزاب وهذه الأحزاب أيضا تدخل مفاوضات فكان بين التحالف الكردستاني والأحزاب المكونة للتحالف الكردستاني مع التحالف الوطني والأحزاب والكتل السياسية المكونة للتحالف الوطني ورقة وهذه الورقة حددت بها سقوف زمنية وعلى أساسها تم الاتفاق على الشروع بتشكيل حكومة والتصويت على الحكومة تأجيل تأجيل الحقيقة اليمين الدستوري والتحاق الوزراء الكرد بالحكومه مع جل احترامي لرؤيتهم انا اعتقد يعني هذه كانت خطوه غير مدروسه، كان عليهم المشاركه من البدايه بالحكومه والزام الحكومه والزام التحالف الوطني ورئيس وزراء بورقه العمل اللي تلاها رئيس الوزراء على ابناء الشعب العراقي وصوت عليها البرلمان. الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعه خرج بمجموعه من الامور بمجموعه من التصريحات اطلعنا عليها، اولا لم يشتركوا في الحكومه لان المرشحين جو من بغداد، مو هم اللي رشحوا مرشحيهم للمناصب الوزاريه، ثانيا عندهم مشكله بخصوص المناصب اللي منحت لهم يشوفوها قليله، وبالتالي يطالبون برفع الظلم يطالبون بمناصب جديده توازي او تتلائم مع 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 وجودهم، مع مكونهم، نسبه مكونهم عفوا. يعني هذا الحقيقة توزيع المناصب كانت على عدد النقاط والنقاط حسبت على عدد المقاعد النيابية وقسمت المناصب السيادية والمناصب الوزارية والوزارية أيضا قسمت إلى وزارات يعني سيادية وزارات خدمية وفنية وزارات دولة وكل الكتل السياسية منحت هذه الوزارات بناء على النقاط أي بناء على عدد المقاعد وأنا ما أعتقد أن هناك كتلة سياسية أخذت أقل من حقها اطلاقا بعض الكتل السياسيه اخذت اكثر من حقها نازلت بعض الكتل السياسيه الاخرى فالتحالف الكردستاني اخذ مناصب وهذه المناصب رئيس جمهوريه نائب رئيس وزراء نائب رئيس برلمان بالاضافه الى وزاره سياديه سقد تكون وزاره الماليه وزاره سياديه نائب رئيس وزراء وزارات اخرى فبالتالي التحالف الكردستاني ضمن مجموع النقاط وتوزيع النقاط اخذ استحقاقه الان هناك مشاكل الاخ تحدث عن رواتب الاقليم حجي وانا حجي وانا اناقش هاي النقطه اسف جدا على المقاطعه استاذ شوان تسمعني نعم نعم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحديد السيد روز نوري شاويس تحدث عن ظلم بخصوص المناصب اللي منحت للتحالف الكردستاني شافها مناصب قليلة لا تتلائم لا تتناسب مع حجم المكون الكردي ولهذا يطالبون أو طالبتوا برفع هذا الظلم باعطاء مناصب جديده للتحالف الكردستاني. استمعت الى كلام دكتور صالح يشوف المناصب اللي منحت لكم جيده جدا وهذه المناصب وزعت حسب النقاط واخذتوا رئيس جمهوريه مع باقي المناصب وبالتالي ماكو اي ظلم. لا اذا تساعدني عندي تعقيب عندما تحدثت عن الاحزاب اقصد بزياره الحيدر العبادي لبعض الاحزاب الكرديه لكون مشكلتنا كان اجدر برئيس دوله رئيس الوزراء كانت تذهب الى اللجنه المفاوضه او للبرلمان الكردستاني او لرياسه الاقليم او لرياسه الحكومه لكون مشكله مشكله المؤسسات وليس مشكله الاحزاب نعم نحن على درايه كامله ومن البديهيات الاحزاب السياسيه بالتالي قدم طروحات للبرلمان هذا نحن منتهي من هذه المساله اما بصدد الروج روج نوري اخي الكريم تحدث باسم قوى السياسيه الكردستانيه وليس فقط باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مشكله ليس مش مشكله الحزب الديمقراطي الكردستاني بوحدها كحزب كحزب سياسي بالتالي هذا الامر متعلق بقوى سياسية هذا الخطاب السياسي لقوى السياسيه الكردستانيه برمتها بالاحزاب الكرديه والتركمانية والمسيحية يعني أحزاب المتواجدة في أقليم كردستان نحن قبل إطلاق رواتب الأقليم كردستان لا أتصور الحكم. الوزراء الكرد يشاركون في الحكومه ولكن ما عن الرواتب استاذ شوان تتحدث عن المناصب عندكم اعتراض بخصوص عدد المناصب وتتحدثون يعني عن, يعني عن ظلم وتطالبون برفع هذا الظلم البعض يشوف المناصب اللي منحت يعني لكم كانت حسب النقاط وبالتالي اخذتوا أخذت حصتكم بالتمام والكمال هذا 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 وجهه النظر هذا وجهه النظر بالنسبه للقوى السياسيه المختلفه يعني تحالف الوطني والقائمه العراقيه ولكن نحن في البدايه الامر مشكلتنا الاساسيه ليس في توزيع المناصب نحن لدينا استحقاقات انتخابيه وايضا لدينا استحقاق قومي نحن والكرد والعرب شركاء في هذا البلد مع بعض المكونات الاخرى لدينا استحقاق يعني استحقاق كشركاء اساسيين في البلد وايضا لدينا استحقاق انتخابي، المناصب السياده توزع على يعني مكونات كالسني وكردي وشيعي هذا نحن متهين من هذه المساله، سواء كان لدينا مقعدين او ثلاث مقاعد، كان لدينا ستين مقعد او لدينا 30 مقعد، لا يجوز نحن يعني نقيم نقوم بتقييم الاقليم كردستان او شعبنا الكردستي حسب المقاعد البرلمانيه نحن شركاء في هذا البلد، نحن مكون من المكونين الاساسيين في هذا البلد اخ علي، اما بصدد المشكله الاساسيه ليس في تسميه الوزارات بالنسبه لنا المشكله الاساسيه بكيف مشروع الحكومة الجديدة كيفية التقديم آلية لمعالجة القضايا الخلافية القضايا العالقة في البداية الأمر كان قوى سياسية الكردستان طلبة بال يعني تقديم نظام داخلي للتحديد والتوزيع الصلاحيات وثانيا إعادة النظر بالهيكلية المنظومة الأمنية والدفاعية وثالثا الموضوع المهم يعني اهم شيء واخطر قضايا اخي الكريم على الحكومه الجديده تعترف بالهويه الحكومه العراقيه الدوله العراقيه هويتنا هويه حكومه اتحاديه فيدراليه وليس الحكومه المركزيه استاذ شوان مشكلتنا الاساسيه حجي حجي اناقش التفاصيل نعم حجي اناقش هاي التفاصيل اعطيني مجال دكتور الوزراء الكرد ما حي ما حيمارسون مهامهم ما حيمارسون عملهم ولا حيادون اليمين الدستوريه دون اطلاق رواتب موظفي الاقليم ليش الحكومه الجديده المفروض تبني جسور الثقه وتذهب نحو تقديم بوادر حسن النية ما تطلق رواتب موظفي الإقليم أكو مشاكل سياسية أكو مشاكل فنية بخصوص كيفية تصدير نفط الإقليم موظفي الإقليم شو عليهم يعني أولا الحكومة الاتحادية لديها مبادرة ومن ضمن هذه المبادرة هي يعني إعضاء سلفة ومن ضمن هذه السلفة أطلاق الرواتب إلى موظفي الإقليم لأي شهر؟ يعني كان المفروض سابقا لشهر واحد وتبدأ بشهر أيلول لكن هذه موحدها هذه ضمن حزمة من الاتفاقات تتعلق أيضا بقضية النفط وقضية تصدير النفط وإيداع أموال النفط ومن ثم تسوى الأمور لاحقا يعني حتى بالتفصيل كانت أنه تدفع الحكومة الاتحادية سلفة مقدارها 300 مليون أزل. إلى حكومة الإقليم لغرض إطلاق الرواتب على أن خلال الشهر اللي بعده يتم حساب النفط المصدر خلال الفترة السابقة الذي لم تستلم الموازنة الاتحادية وزارة المالية الاتحادية أمواله يتم حسابه وبالتالي تخضع العملية إلى عملية مقاصة ماذا للإقليم وماذا للحكومة الاتحادية حتى تحل هذه المشكلة هذه بحاجة إلى حل جذري إعطاء الرواتب هو بادره حسنيه وأنا باعتقاد السيد رئيس وزراء جاد جاد بإعطاء هذه الرواتب وإعطاء سلفه للإقليم لغرض توزيع الرواتب على موظفي اقليم كردستان، هذه الخطوه يجب ان يتبعها خطوات اخرى من التحالف الكردستاني، قضيه النفط هي القضيه التي ادت الى مشكله الرواتب، طبعا احنا الان عندنا مشكله، عندنا مشكله النفط في كردستان، عندنا مشكله النفط في كركوك، عندنا مشكله النفط في الموصل، عندنا الانتاج الان مالتنا انخفض وعندنا مشكله حقيقيه، التحالف الكردستاني او اقليم كردستان عليه ان ينظر ايضا الى هذه المشكله الحقيقيه، كما قال الاخ وانا اشارك الراي واتمنى ان يكون الخطاب شنو الوطني شنو المطلوب من واتمنى ان يكون الخطاب الوطني على هذا على هذا المستوى نحن شركاء في الوطن شنو المطلوب من عندهم حتى تنحل قضيه رواتب موظفي الاقليم ويتم تسويه موضوع تصدير النفط من قبل من, من اقليم كردستان وان نحتكم الى الدستور في كل قضايا الخلافيه عندنا كثير من القضايا الخلافيه نحتكم الى الدستور في نحتكم الى الدستور ماكو غير حاجة. يعني المشكله مشكلة دستوريه لا الاقليم لا الاقليم دا لا 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 يطالب بمطالب فيها تجاوز على الدستور لا اخي مو هذا القصد لا مو هذا القصد احنا عندنا مشاكل قائمه وهذه المشاكل هي مشاكل دستوريه من ضمنها اكو صلاحيات حصريه للحكومه الاتحاديه مثلا الفضاء استخدام الفضاء اللي القصد بالموجات الفضائيه الاثير وغيرها والى عندنا المطارات عندنا المنافذ الحدودية، عندنا القوات المسلحة العراقية الجيش الاتحادي، زي. عندنا أمور أخرى، عندنا قانون النفط والغاز مادة 111، مادة 112 هذا حل القضيه بين المركز والاقليم يجب ان يخضع لحزمه ما كامله ما من المشاهد عفوا عفوا ما أريد الشعب وشتت المشاهد خلينا بموضوع محدد الان موضوع رواتب موظفي الاقليم وقضيه تصدير نفط الاقليم خلاص تقول الالتزام بالدستور من اجل حل هذه المشكله طبعاً هذه طبعاً القضيه طبعاً الاقليم مطالبه بخصوص هذه القضيه فيها تجاوز على الدستور لا اطلاقا الرواتب اسمح م... لي من فضلك الرواتب الرواتب هو حق لكل مواطن سواء كان في كردستان سواء كان بالبصره لكن هذه الرواتب من اين تمول؟ تمول من وزاره الماليه، وزاره الماليه فلوسها تجي من تصدير النفط 95% من الموازنه الاتحاديه من تصدير النفط، جزء من هذه الموازنه هو الاموال التي يجب ان تتاتى من تصدير اقليم كردستان للنفط، يجب ان تذهب الى وزاره الماليه الاتحاديه، عدم وصولها الى وزاره الماليه الاتحاديه بالتالي بالتالي سوف يكون هناك عجز مادي او عجز مالي هذا العجز المالي تتحمل حكومة إقليم كردستان هذا العجز بالتالي حتى تعطي رواتب وتعطي سلفة وتقترض لتعطي إقليم كردستان هذا المبلغ للرواتب يجب أن يتبع حل هذه المشكلة لأن المشكلة التي نبعت أساسا هي مشكلة النفط مشكلة الرواتب هي نتيجة هي ظاهرة لهذه المشكلة عدم حل مشكلة النفط والغاز وتصدير النفط بشكل جذري وفق الدستور سوف يدفعهم مشاكل يتبعه مشاكل عديدة طيب أستاذ شوان سيد العبادي قبل أيام قال سأتخذ قرارات صعبة من أجل حل المشاكل بين بغداد وأربيل وطالبكم بالمثل أيضا اتخاذ قرارات صعبة أريد أسألك هنا شنو اللي ممكن تتنازلون عنه في سبيل الذهاب نحو حل المشاكل بين بين بغداد واربيل واتصور كلام الرجل حين قال بانه سيذهب نحو اتخاذ قرارات صعبه معنى ذلك انه يريد حل المشاكل معنى ذلك انه يريد اعطاء حقوق المكونات سواء الكرد او باقي المكونات الاخ علي قبل اجيب على هذا السؤال عندي تعقيب الاستاذ صالح حسناوي يعني زميلي وصديقي اخي الكريم يعني اذا كان هنالك مشكله النفط او مشكله حول الطاقه الفيصل الاول والاخير بين الاقليم والحكومه الاتحاديه دستور وقانون ولكن انا اسال بأي قانون بأي فقره من الدستور العراقي بأي تعليمات تم قطع الرواتب لاقليم كردستان هذا من الجهه اما بصدد القرارات الصعبه يمكن يعني انا هذا الكلام بها نوع من الضبابيه ومطاطيه غير واضحه اذا كان لديها نيه لياخذ اجراءات سليمه نحن ايضا ندفع بهذا الاتجاه لاقليم كردستان على استعداد تام أن يقدم أمور أو مرونة لحلحلة القضايا الخلافية وفق المبادئ الدستور العراقي أستاذ شوان البعض ما يطالبكم البعض ما يطالبكم بمرونة البعض يطالبكم بالالتزام بالدستور البعض يرى ان المشاكل التي حصلت والتي ادت الى قطع طمو موظفي الاقليم نتيجه عدم التزامهم بالدستور فيما يخص تصدير نفط الاقليم لا باي قرار باي قرار نحن نحتاج قرار هنالك ماده دم ماده 112 من الدستور العراقي واضح بسياسه النفط والغاز نحن على درايه كامله ايرادات النفط ترجع الى خزينه الدوله العراقيه ولكن ان توزع بشكل عادل نحن استحقاقنا 17% ولكن وصوله إلى أقليم كردستان 10.5% هذا هو الإشكالية نحن ملتزمين بالدستور العراقي ولكن تفسير والتأويل للدستور يعني يعني حسب اصبح حسب مزاج بعض القوى السياسيه وبعض الاشخاص خلينا نناقش هذا الموضوع خلينا نناقش هذا الموضوع نحن نحن بتفصيل اكثر تصدير نعم. نفطل تصدير نفط تصدير نفط الاقليم اكو مشكله بين سومو اكو مشكله بين سومو ثاني. وكومو منو يشرف على تصدير نفط الاقليم شركه سومو ام شركه كومو وين حاجة. الدستوريه بهذا الموضوع برايك يعني يعني هذا الامر هذا الامر قابل للتفاوض قابل للحل اذا كان هنالك نيه صادقه لحلحله القضايا الخلافيه نحن ايضا نرجع الى الدستور العراقي سواء كان سومو او كومو تم تصدير النفط ولكن اهم شيء يرجع ايرادات النفط الى خزينه الدوله ان توزع ايرادات الدوله بشكل عادل لكافه الابناء الشعب العراقي وفق التعليمات وإجراءات القانونيه نحن مع هذا بشكل قطعي ليس هنالك غبار على هذه المساله اخي الكريم عندما تتحدثون عن الحدود يعني في وقت الراهن بيشمرقة تقوم بحمايه 20% من الحدود العراقي ولكن ايضا يقول يقول نحن معك انا لا اريد اتحدث عن الحكومه السابقه ولكن نحن مضطرين سنويا نحن في الموازنه نصوت لتخصيص مبلغ لقوات البيشمركه ولكن الحكومه العراقيه كانت لا تسلم المبالغ ولا يسلم المبالغ إلى إلى إلى, إلى وزارة أو وزارة الشؤون البيشمارقة يعني هنالك مشاكل كبيرة أخي علي إذا تريد نضع نقاد على حروف ليس بإمكاننا نرجع نتحدث نقطة وراء نقطة حنتحدث عن هذه النقاط حنتحدث عن هذه النقاط عندنا وقت اعطيني مجال اعطيني مجال شوية حتى اجي وياك اناقش قضيه حصه الاقليم بالموازنه وما يتعلق بالبيشمرجه وما يتعلق بالماده 140 اعطيني مجال شوية دكتور وين 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 مشكلتهم مشكلتكم عفوا بخصوص تصدير نفط الاقليم بالاشراف على التصدير من يشرف شركه سومو ام كومو ام اين تذهب الايرادات حصه الاقليم بها وين مشكلتكم؟ شوف اخي العزيز احنا الان انا طبعا ايضا يعني اشيد بخطاب الاخ شوان انه احنا الان علينا ان ننظر الى المستقبل، لدينا مشاكل علينا ان نحل هذه المشاكل تحت اطار الدستور وهذا الخطاب الذي يجب ان يتحدث به كل ابناء الشعب العراقي، احنا يجمعنا مصير واحد، والان داعش خلتنا كلنا نشعر كعراقيين نحن امام مصير واحد، داعش هددت كل ابناء الشعب العراقي، كل مكونات الشعب العراقي، ليس هناك رابح لحد هذه اللحظه من ابناء الشعب العراقي، الكل خسروا خلال هذه العشر سنوات الماضية زي. قضية النفط والغاز أقرأ لك المادة 111 من الدستور إذا تسمح طبعا النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات هو ملك كل الشعب العراقي المادة 112 أولا تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد إلى آخر المادة، إذاً حكومة وأقاليم ومحافظات بالتالي شراكة نعم شراكة نعم أنا, أنا ده أقول شراكة. الدستور, شراكة الدستور يقول شراكة الدستور يقول شراكة ثانياً نفس المادة تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز أه. اذا لازم تكون مشتركه لا يجوز للحكومة الاتحاديه ان تنفرد بالسياسه النفطيه ولا يجوز ولا يجوز للاقاليم وهنا اجى السيد جوفان برزاني قبل تعالوا. ايام وقال قال مستعدون او موافقون على مشاركه واشراف سومو على تصدير نفط الاقليم بالتالي هم هم يؤيدون جداً الشراكه وملتزمون بالدستور جدا لطيف وبادره ممتازه لكنه هذه القضيه ايضا بها مخالفه دستوريه عليك عندما تبدا عندما تبدأ، الدستور هالشكل مم. رسم السياسة مشتركة فأنت من بديت باستثمار الحقول عليك أن تشارك الحكومة الاتحادية أن تتفق مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور تريد أنا ما أريد الدستور أنا, من أنا, أنا لا أريد أن أتحدث عن التجاوزات الماضية أنا أريد أن أذهب إلى المستقبل لدينا دستور ولدينا مشاكل فلنجلس سوية ببوادر حسنية يعطي بعضنا إلى البعض الآخر رسائل إيجابية لدينا مرحلة خطيرة يمر بها العراق، لدينا الآن يعني تاريخيا من المراحل الخطرة جدا نحن. اللي مشكلة عفوا عندكم مشكلة كده. بخصوص الإيرادات، إيداع الإيرادات بأي حساب مصرفي؟ القضايا الفنية و... أخي العزيز، القضايا الفنية ما أناقشها أنا وحضرتك ولا أنا وأستاذ شوان، القضايا الفنية ناقشها الخبراء هذا مو شغلنا الماليين من يقرروا والمصرفيين من يقرروا الخبراء النفط من يقرروا كيف يكون الدستور أسواق اللي تباع بهذا مو شغلنا احنا احنا نتحدث عن السياسات العامة ونتحدث عن الدستور واحترام الدستور زي. احنا ناس هنا سياسيين مستقبلنا بالبلد مهدد كل أبناء الشعب العراقي الآن مستقبلهم يعني غير واضح علينا أن نعمل سوية علينا أن نتجاوز صغائر الأمور علينا أن نعمل سوية من أجل بناء وحدة وطنيه من, من اجل عدهم بناء عندهم عندهم اسف عندهم مشكله بموازنتهم بحصتهم بالموازنه يقول لك نسبه آه نسبتنا بالموازنه او حصتنا بالموازنه 17% ما توصل لنا غير 10 او 10.5% عزيزي عزيزي استاذ علي استاذ شوان ايضا يعرف القضيه هذه ايضا اعيد مره اخرى هذه قضايا فنيه في الموازنه هناك نفقات سياديه النفقات السياديه وهي خلي اسميها التي حددها الدستور للحكومه الاتحاديه ضمن الصلاحيات الحصريه، الامن، الدفاع، القوات المسلحه، المطارات الى اخره، هذه تسمى النفقات السياديه. بعد ان تخرج النفقات السياديه من الموازنه توزع باقي الموازنه ال 17% فبالتاكيد تطلع نسبه اقليم كردستان اقل من 17%، لان هو مو من مجمل الموازنه من من الموازنه بعد اخراج النفقات السياديه، واضحه صارت؟ فبالنتيجة تطلع بحدود 12.5% 13% هذه اللي تذهب إلى أقليم كردستان لكن الباقي أيضا أقليم كردستان يستفيد منها كونها ضمن النفقات السيادية أيضا هذه قضية فنية إحنا نفوت بالتفاصيل بالتفاصيل نفوت وندخل بتفاصيل فنية مو اختصاصنا علينا أن نتحدث بالقضايا العامة القضايا الدستورية الخطوط العامة السياسات العامة التحالف الكردستاني إن شاء الله يكونون يؤدون اليمين الدستورية بكرة قبل بعد بكرة يقعدون في مجلس الوزراء حكومه الاقليم الان الوفد موجود برئاسه الاستاذ روج مع السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء او من يمثله يوضع جدول زمني المشاكل الموجوده حاليا المشاكل المحتمل ان تكون بالمرحله القادمه توضع اسس لحلها وعلينا ان نتفق على الاقل على الحدود الدنيا للحل يا اخي على الاقل الان واضح على الاقل ان واضح يظهر واضح واحدنا الى الاخر بوادر حسنيه استاذ شوان عندك تعليق على كلام دكتور نعم صالح لو انتقل الى مطالبتكم موضوع مطالبتكم بزياده نسبتكم بالموازنه ما تريدون يعني تزيد النسبه لا علي ليس تعقيب ولكن اثني على حديث يعني كلام جميل ووطني وايضا هذا مؤشر ايجابي سواء كان من حديث استاذ صالح او من طرف الأستاذ حيدر عبادي هنالك مؤشرات ايجابيه وايضا القوى السياسيه سنة تدفعون بهذه الاتجاه لكي يعني نلم البيت العراقي بصوره عامه وبالتالي ايضا امام أم نحن امام تهديدات تهديد قائمه تهديد قائم في وقت الراهن وايضا نحن بصدد اصلاح السياسي على كافة المؤسسات الدولة العراقية أما بصدد المشاكل مشاكل قابلة للحلول إذا كان لدينا النية صادقة وأيضا هنالك الدستور فيصل الأول والأخير كما تحدث في بداية الحديث وأيضا أما بصدد بعض الإشكاليات هذا أمر متروك للفنيين تفاصيل من الفنيين المشاكل موجودة من أجل الإصلاح السياسي من أجل أنه نكون واحد ضد داعش نحتاج إلى حل هاي المشاكل هسه نهاية الحلقة وإحنا بعدنا بنص الحلقة عندكم عندكم نعم. مطالب من مطالبكم نعم. زياده نسبه 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 او حصه تقريب كردستان بالموازنه تاخذون 17% ايش قد تريدون نسبتكم السيئة؟ حصتكم السيئة ب... استاذ شوان؟ استاذ استاذ علي أنا 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 عضو مجلس النواب السابق وقبلا كنت عضوا في لجنه الماليه اما بصدد لدينا كما قلت استحقاقات هذا لكون نحن الشركاء في هذا البلد وايضا ابناء بلدنا له متطلبات وبالتالي هذا الامر متروك للمفاوضين الكردستانيون عندما يذهبون الى بغداد او وأيضاً القضيه مو قضيه مفاوضين القضيه قضيه موقف ورؤيه البعض يشوف حصتكم بالموازنه المفروض تكون 12% او 13% حسب حسب حجمكم هذا هذا الزمن ولد والحجم الكردي نحن شركاء سواء كان اذا كان هنالك مليون او نصف مليون او 100 الف انسان كردي نحن للكرد والعرب شركاء في هذا البلد يعني كان هذه تصريحات من قبل بعض الاعضاء الماردة اسميهم ولكن نحن في وقت الراهين ندفع بالاتجاه حل حاله القضايا الخلافيه نحن لسنا بصدد الشد والجذب والسجالات السياسيه اقول بكل صراحه لقوى السياسيه الكردستانيه الصادقه لحل القضايا الخلافيه من بدايه الامر نحن نقدم اليه للاصلاح السياسي اصلاح السياسي لكون مشكله ليس مشكله كان مشكلة الفنين كان مشكلة مشكلة السياسيين على السياسيين أن يتركون المجال الفنين والإداريين يقدمون الأرقام والطروحات والبيانات وبالتالي إذا تم وصول إلى حل سياسي وحل سياسي مرتبط ببعض الأشياء كما أشرت في أخي الأخ علي يعني إذا كان المجلس الوزراء نظام داخلي يحدد الصلاحيات المجلس الوزراء لا يجوز إدارة الحكم بواسطة يعني بالوكالة خلال الأربع سنوات القادمة أيضا علينا أن نضع النقاط على حروف هذا الأمر متعلقة بالإصلاح السياسي أما الأمور الفنية سواء كان بين سومو والكومو هذا لدينا الفيصل لدينا قانون لدينا دستور اما بصدد القوات البيشمرجة بيشمركه هل مساله الاخ علي اذا تنظر الى ما حجو انا حجو اناقش 90. مساله البيشمركه وحجو اناقش ما يتعلق بقانون الحرس الوطني وانشاء هذا يا الحرس هذا والحديث والحديث, والحديث جاري عن هذا الموضوع أ... قبل ذلك اعطيني مجال دكتور القضيه قضيه ايجاد شراكه حقيقيه سواء الكرد او السنه يريدون انجاح الحكومه الحاليه، انجاح مهمه السيد العبادي لكن يطالبون بشراكه حقيقيه، يطالبون باصلاح سياسي. ايش حتقدمون؟ جادين جادين بالاصلاح السياسي؟ جادين بايجاد شراكه حقيقيه؟ انت تتحدث كانه الامور كلها بيد التحالف الوطني والتحالف الوطني ماسك زمام الامور وحده ويتصرف بالبلد كما أنت يشاء. أنت تقولون احنا التحالف الاكبر نعم وحنا التحالف, وحنا التحالف الاكبر نقود البلد من خلال نعم قيادتنا نعم للحكومه نعم لكن نحن لا ننفرد. اكو فرق، نحن التحالف الاكبر لكن نحن لا ننفرد، ماذا نقدم بالمقابل ماذا يقدم شركائنا بالبلد. مفهوم الشراكه في القرار غير واضح. مفهوم الشراكه في القرار غير واضح، هل هو مفهوم الفيتو؟ هل هو مفهوم المشاركه بالحجم السكاني؟ هل هو مفهوم المشاركه بحجم المقاعد البرلمانيه؟ هل هو مفهوم مشاركه لحزب يمثل الكتله الاكبر في هذا المكون؟ مفهوم الشراكه غير واضح يا اخي. انت الان اعطيك مثل. خلينا ناخذ ساحه معينه من ساحات المكونات العراقيه بين ست او سبع احزاب، الان تسعه في مجلس النواب. <applause> الكل يقول انا يجب ان امثل على اعتبار انا أمثل مكون. هذه القضيه بحاجه ايضا الى صياغه، تعالوا اخوان نقعد يقعد التحالف الكردستاني، التحالف الوطني، اتحاد القوى، القائمه الوطنيه العراقيه، تعالوا نصيغ مفهوم الشراكه، ماذا نريد من مفهوم الشراكه؟ خلينا نتفق على المصطلحات، احنا تفسيرنا للمصطلحات السياسيه الان مختلف. مزي. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني اخي أه الشراكه تحتاج نوايا حقيقيه والنوايا الحقيقيه تبدو متوفره في هذه المرحله واحد القوى الساحبه اللي تسحب هذه النوايا الحقيقيه بعض الاحيان الاحتكام الى الشارع الاحتكام الى الشارع هسه الاخ شوان من ضمن حديثه قال احنا هناك ضغط من الشارع الكردستاني نتيجه قطع الرواتب طبعا انا لو موظف ويقطعوا راتبي ايضا ايضا احتج لانه هذا حقي معيشتي ومعيشه اطفالي لكنه حتى نحل المشاكل يجب ان نقود الشارع يجب ان نتحدث معهم ونقول لهم اعطونا المجال حتى نحل هذه المشاكل لإن هذه قوى ساحبه قوى تسحب الى الخلف فانا ان شاء الله يعني من خلال هذا البرنامج وانا م. متاكد انه المرحله القادمه تختار. المرحله القادمه ستكون اسمح لي ارجوك, أرجوك قضيه مو قضيه امنيات اسف جدا على المقاطعه البعض يشوف البعض يشوف ايجاد الشراكه الحقيقيه من خلال تحقيق مطالبنا وكل طرف عنده طرف عنده مجموعه من أخي المطالب تنفيذها من قبلكم هذا الكلام غير دقيق زي. انا عندي مطالب اسمح لي زي. اسمح لي من فضلك بس اعطيك وجهه نظري احنا التحالف الوطني عندنا شارع لو ما عندنا شارع عندنا شارع لو ما عدنا شارع جزء من شارعنا راضي الان على آه المنهج الجديد للحكومه لو مراضي مراضي والان موجوده مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث انه مراضي هذه تعتبر هذا تنازل عن حقوق مكون ايضا عندنا شارع لكنه احنا لا نمتلك كل المفاتيح لا نريد ان نفرض ما نفرض ما نريد ايضا بالمقابل عندما ياتي التحالف الكردستاني او ياتي اتحاد القوى السنيه عندما يريد عندنا مطالب تعالوا نفذوها لا هي مو هيك شكل القضيه لا عندنا مشاكل تعالوا نتفق على حلها هي مو مطالب ولو تنفذها لو انا ما اجيها مو شراكه حقيقيه هذه مو نوايا اللي استاذ <سطار> شوان لا تسمع م... للحديث اسف دكتور استاذ شوان الشراكه الحقيقيه ايجاد نعم هي. نعم. ايجاد وتحقيق الاصلاح السياسي آه يقع على عاتق الجميع مو فقط التحالف الوطني ولا فقط الدكتور حيدر العبادي مقابل الحقوق اللي تطالبون بها مقابل مطالبكم ايضا عليكم ايضا عليكم واجبات ايش حتقدمون ايش حتقدمون من اجل الوصول الى هذه الشراكه أخ علي أخ علي أخ علي رجاء لا تخلط الأوراق استحقاقات ومطالبات شيء وشراكة شيء ثاني إذا تعاملنا مع الشراكة نحن نرى الشراكة أو نرى شراكة نحن أن نريد أو نطالب نكون شركاء في هذا البلد في صناعة القرار السياسي يعني الشراكة الحقيقية في صناعة القرار السياسي أما بصدد المتطلبات والمشاكل هذا حديث آخر يعني قضية المتطلبات قضية المستحقات هذا غير مرتبطة بالموضوع الشراكة أنت تتحدث عن مشاركة يعني مشاركة الكرد في الوزراء هذا مشاركة نحن نريد أن نكون شركاء في صناعة القرار السياسي مثلاً تحدث عن مادة 112 من رسم سياسه النفط والغاز هذا مشكلتنا لصناعه القرار بصدد النفط والغاز <applause> اخ علي المشكله الاساسيه الحكومات السابقه كانوا يركزون على حكومه الحكومه المركزيه نحن في حكومه الاتحاديه حكومه الاتحاديه هوية الحكومه الاتحاديه واضحه التعليمات والقوانين والدستور بصدد الدوله الاتحاديه واضحه جدا يجب ان يكون رسم سياسة سواء كان الامن والدفاع او رسم سياسه الدوله بصوره عامه يحتاج الى قرار سياسي وهذا القرار السياسي يحتاج الى اجماع سياسي لصناعه القرار السياسي في البلد نحن ننظر الى الشو... شراكه بهذا النحو مثلا كان نرى خطابا سياسيا يعني متباينه حول احداث في سوريا او في الاردن او في البحرين يعني ليس هنالك شراكه حقيقيه في هذا البلد اذا كان هنالك شراكه حقيقيه في البلد كان الخطاب السياسي العراقي يجب ان يكون كان موحدا هذا امر كلنا نتحمل مسؤوليته استاذ شوان. لا نقول دوله القانون استاذ شوان عطيني مجال عطيني مجال خلينا خلينا نداخل وياك ايجاد الشراكه الحقيقيه أه 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 برأيك هي المشاركة أو الشراكة الشراكة, الشراكة بصنع القرار سواء السياسي أو الأمني يتم ذلك من خلال حل المشاكل وبالتالي حل المشاكل يعطي كل طرف استحقاقه مو هي شي أخي الكريم أخ علي ليش المشاكل هذا حديث آخر مشكلة عن الشراكة مصطلح سياسي تختلف على المشاركة هذا مثلا من البديهيات عندما نتحدث عن الشراكة نحن نحن شركاء في هذا البلد نحن نجد أن نكون مشاركين في الحكومة يعني مش شركاء في الحكومة لكي نصنع القرار السياسي معا يجب أن حتى يكون خطابنا الموحد حتى نتصدى للإرهاب أو أي تهديدات المحتملة موحدا حتى نحمي عراقا موحدا نحن عندما نتحدث عن الشراكة الحقيقية لصناعة القرار السياسي السليم خليك يا استاذ شوان الكلام واضح، الشراكة شيء والاستحقاقات شيء آخر. شنو السؤال؟ تتفق وياه انه الشراكة شيء والاستحقاقات شيء احنا آخر؟ احنا احنا عندنا قضية الشراكة وعندنا خلل بمفهوم الشراكة، يجب أن نتفق على مفهوم الشراكة. الشراكة بالنتيجة تؤدي إلى استحقاقات. الشراكة تؤدي إلى استحقاقات. إذا الأخ شوان كان يقصد أنه الاستحقاقات هي استحقاقات المناصب فأنا معه. لكن اذا استحقاقات القرارات السياسيه والمنهج القرار. السياسي كان كلامه واضح, واضح. اذا احنا شراكه في صنع القرار هذا هذا حق لكن مفهوم الشراكه يجب ان نتفق عليه ما هو حجم المشاركه او الشراكه في صنع القرار ما هو حجم الشراكه وهذه باعتقادي قضيه مو صعبه انه والان بدا منهج انه السيد رئيس وزراء والسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس النواب او الهيئات الرئاسيه الثلاثه في اجتماعات دوريه لتنضيج القرارات السياسيه اللي تخص العراق وهذه خطوه ايجابيه الى الامام. احنا علينا ان ندعم هكذا توجهات وان نطالب بمزيد من هكذا اجتماعات لغرض تنضيج الرؤيه السياسيه المشتركه في البلد وانا ايد الحقيقه والمثال اللي ذكر الاخ شوان هو مثال حقيقي انه احنا في القضيه السوريه مجلس الوزراء كان لديه راي مجلس النواب او رئيس مجلس النواب كان لديه راي والسيد رئيس الجمهوريه كان لديه راي آني 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 ثلاث رؤى ثلاث رؤى لمساله واحده هذه الحقيقه حتى نحل هذه المشاكل هو نذهب باتجاه الاجتماعات المستمره واللقاءات المستمره وتنضيج هذه القرارات وهذه الرؤى وهذه التوجهات قبل ان تظهر الى ابناء الشعب. انا افهم الشراكه بطريقه جدا مبسطه، الشراكه تعني هذا الي وهذا العليه وهذا الإلك وهذا العليك، مو هيجي؟ يعني يعني بالمف... إلى... بالمفهوم الى حد ما بالمفهوم التجاري نعم بالمفهوم السياسي شنو شنو المطلوب؟ شنو المطلوب من, من المفهوم شنو المطلوب من الاقليم دكتور؟ بدايه الحلقه قلت مقابل الحقوق وواجبات لا تقصد بالواجبات بالتاكيد احنا اخي من نريد نطبق الدستور. علينا ان نطبق الدستور ككل. طبعا اكو مبررات وانت تسمع تبريرات لبعض بعض الاجراءات اللي موجوده وتسمع بعض الاحيان ايضا شكوى موجوده، لكن بالحقيقه علينا ان نذهب باتجاه تطبيق الدستور بكل مواده، ما للحكومه الاتحاديه يطبق في كل مكان من العراق اطلاقا، ماكو مكان محصن من صلاحيات الحكومه الاتحاديه الحصريه، وما للاقاليم يبقى في الاقاليم. ما يجوز ان تكون هناك يكون هناك اقليم او محافظه يعترض على الصلاحيات الدستوريه اذا كنا مؤمنين بهذا الدستور إزي. الذي صوت عليه ابناء الشعب العراقي، وبالمناسبه ما طول هذا الدستور صوت عليه ابناء الشعب العراقي فهو دستور محصن، لا يحق لاي قرار سياسي تتخذه كل الجهات السياسيه تحت مفهوم الشراكه، تحت مفهوم التوافق ان يخرق هذا الدستور، لانه هذا الدستور ليس ملكا للسياسيين بل ملكا لابناء الشعب العراقي. شنو المطلوب من الاقليم؟ المطلوب من مقابل الإقليم مطالبهم؟ المطلوب من الاقليم مقابل مطالبهم ان يذهب الى حل كل المشاكل العالقه بحزمه واحده، طبعا انا انا اعرف انه هذه ما راح تحل خلال سنه او سنتين، لكن على الاقل نبدا بوضع منهج وجدول لحل هذه المشاكل، هذا ليس المطلوب فقط من الاقليم، هذا المطلوب من الحكومه الاتحاديه، هذا المطلوب من المحافظات الاخرى، علينا ان نذهب باتجاه وضع منهج ورؤيه لاداره هذا البلد، اخي العزيز الان احنا في هذه الدوله ما متفقين لحد الان على قضايا اساسيه. الاخوان في التحالف الكردستاني يتحدثون عن دوله اتحاديه بمفهوم. الحكومه الاتحاديه تتحدث عن دوله اتحاديه بمفهوم. الان المناطق السنيه تتحدث عن دوله اتحاديه بمفهوم اخر. هذه شنو اللي يحلها؟ هذه يحلها مفهوم الشراكه. عندما نجلس سوية ونتحدث ونحاول ان نصل الى حلول توافقيه تحظر للدستور نستطيع. أما إذا بقينا كل من يتمسك برأيه ويضع رؤيته للدستور هي الصحيح والآخرين هم الخطأ وأما أن تأتوا معي هذه مطالبي أو أنا لست شريكا معكم هذه السياسة انتهت يجب أن تنتهي الآن الكل تحت الخطر إذا ما يتغير مفهومنا ما يتغير نوايانا إرادتنا سلوكنا السياسي أنا أعتقد حياتك وحياتي وحياة ابناء الشعب العراقي في خطر استاذ شوان شنو نوع <applause> الشراكة الرايديها بنهاية الحلقة نعم. شنو نوع الشراكه رايديها؟ وهل فعلا رايدين شراكه حقيقيه مع بغداد؟ لو لو, لو رايدين بغداد جسر مثل ما البعض يشوف للوصول الى حلم الانفصال وحلم الدوله الكرديه. لا اخي الكريم اذا نحن ننفصل ناخذ رأي الحكومه العراقيه نحن شركاء في هذا البلد تاريخ الكرد والعرب مع الإخوان السنه والشكر ليست يعني ننفصل يعني انفصال ليس يعني هين بهذه الدرجه. يعني هذا حديث آخر إذا برنامجك حول الانفصال لدي طروحات بهذا الشأن أما بخصوص الشراكة بكل تأكيد أيضا أقول وأكرر أقول نحن شركاء في هذا البلد نحن نريد أن في صناعة القرار السياسي في رسمة السياسة العراقية أن يجب أن يكون نحن لدينا مشاركة فعلية في صناعة القرار السياسي أما بصدد مشاركة الوزارة وزرائنا او الكرد في بغداد بكل تاكيد هذا استحقاق انتقابي نحن ندفع بهذا الاتجاه ولكن على الاب... على بغداد يفتحوا لنا الابواب امام مفاوضين الكرد او مع مع الاقليم بغداد عندها مطالب ايضا من عندكم استاذ شوان نق... مقابل مطالبتكم بالشراكه الحقيقيه ومقابل بصوت... مقابل مطالبتكم بالاستحقاقات بغداد ايضا عندها مطالب من ضمن هاي لدينا... المطالب ما يتعلق بالمطارات أخي... بالمنافذ الحدوديه في الاقليم وما يتعلق علي... بسياسه الاقليم الخارجيه أي نحن نحن ملتزمين بهذا الشيء بكل التاكيد اذا كان يعني علاقات إذا, اذا نتحدث عن العلاقات الخارجيه ايضا الدستور العراقي يسمح لفتح المكاتب في كافه السفارات العراقيه في 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 بلدان العالم اعطيني مكتب واحد في الدول العالم لدينا مكتب متخصصه بالعلاقه أمور الانمائيه في مختصه باقليم كردستان يعني مكتب واحد اذا تحدثنا على العلاقات الخارجيه ايضا نحن لدينا نحن أقل كريم بصدد الاصلاح السياسي اذا تم اصلاح السياسي بكل التاكيد بعض الامور قابله يعني انا أعتبر مشكله اصلا هذا اشكاليه او سوء الفهم او هنالك سوء او ل... للتفسير اما بصدد المشاركه هذا هو مشاركتنا لدينا استعداد كامل اذا كان هنالك نيه او هنالك مبادره لحسن النوايا نرى نرى حسن النوايا يقدمون المرونه حتى نكون شركاء حقيقيين في هذا البلد هذا امر ايجابي نحن نسعى بهذا الاتجاه ولكن اذا بغداد فقط يريد ان نكون بس مشاركين في الحكومه بصوره شكليه نحن لا نريد صوره شكليه نحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين وفعالين في هذا البلد وبالتالي هذا الامر قد تصب المصلحه الانسان العراقي بدرجه اولى وبدرجه ثانيه تصب المصلحه الانسان الكردستاني ايضا شوان محمد طه عن التحالف الكردستاني شكرا جزيلا لانضمامك ويانا استاذ شوان شكرا ايضا للدكتور صالح الحسناوي عن التحالف جزيلاً الوطني دولة جزيلاً القانون وصلنا مشاهدينا الى نهايه الحلقه شكرا لكم على حسن المتابعه الى اللقاء